اكبر مشاكل بتواجهكم في المدينة؟ والله اكبر مشكله تواجهنا نحن المويه هنا ده اكثر حاجه مشكله المياه التغذيه عشان بس يعني عايشه في قصيره صعبه دي عندنا في سوبر كشف العيش مشاكل مثلا مستعجلون تواجد مبكر عندنا في اطار الناس يعني عندنا مشاكل بالذات في اطار المياه ايوه ونحتاج لمويه هسه شديد ما عندنا غير المويه والله مويتنا دي بسيطه طبعا مويه ما عندنا برضه مشكله بالنسبه للتعليم للاطفال اول حاجه مدى التعليم مشكله الزواج المبكر والتشرد زياده الصحه برضه زراعتنا كعبه ووت اند سانيتيشن اضافه للتعليم سبل كذب العيش الصحه والتغذيه المشاكل عندنا الصف الزراعه الملتي سكتر البروجكتس يعني انت لما ضغطت الواش ضغطت الهيلث ضغطت النيوتريشن ضغطت مشاريع سبل كسب العيش انت بتكون يمكن غطيت قطاع عريض جدا من الكومبوننت اصلا المستفيد هو بيعاني منها الملتي سكتر هو مفيد ليه؟ لانه النيوتريشن براه ما بيشتغل موضوع الانتجريشن بتاع السيرفيس مثلا عندي خدمه معينه عايزاها بتلقى الخدمه دي كلها قاعده يمكن في نقص في الحاجات شويه شويه لكن بتلقى الخدمات كلها مع بعض بتكمل بعض الناس بتعين النيوتريشن بتلقى مثلا واحد بيجي الطفل بتاعه مثلا يعني حالته خلاص متاخره يعني خصوصا الناس اللي بيجوا او تي بي بينتكسوا بيرجعوا اس تي بتعني من الاس تي بي يعني بيحصل لهم كيورد وبيمشوا الاو تي بي الواحد لما يشوف انه طفله خلاص كان عيان وممكن يحصل مرحله انه يخسره ويتعافى هو بيكون راضي ابرز النشاطات كان اللي هو الديستريبيوشن اوف فود في اللي هو الديستريبيوشن اوف كاش ام بي سي التريننج في الجي اس ال اي الانكم جينيريتنج اكتيفيتيز الادويات دي كنت يعني ما بس ما دي يعني ما عندي كده وجينا على اللوان هنا في المخدة شو لأ واحد زمان ما قاعدة تزرع وزمان ما قاعدة تزرع الكتاب ده كله تذكر لنا عندما اشتغلوا طبعا حفروا الحفير ده ما شاء الله بالمواصفات هنا وصوروا الحفير الحفير ده كان ما فوق سور صوروا الحفير هو منظمة عمل ديتاتو جاء شالا ودانا تدريب ويدربنا وجينا هسه سلينا المدقة أي زمن ما كسر المدقة أنا نجي نصلو من ساعة 4 بجي بملو في الحنفيات لباخات أي وناس الفناتيس هو بملو هناك برا والباهم بمشي بيشربوا هناك اللجنة تكونت وكانوا فيها 20 نفر 15 نفر عضو نسائي وخمسة أنفار رجال كنا بنجتمع كل ما سمعت يعني نناقش فيه نحل الموضوع ده يعني بيجوا يودونا الإرشاد نحن نعمل بيهم ونحن بنطبق ايوه وفادونا بحاجات كثيرة يعني بيجوا يودونا يعني زي شكل تصريف صحي ونحن بنكون بنطبق Thank you.
أسادنا وأخذ الورش مع أخواننا في منظمة أكشن. يعني غيروا كثير جدا جدا من المفاهيم الموجودة خلال الورش ده. ناس أخذ القبول فينا تشارك المرة في كل حين وآخر. هي حتى سنتر الفور جزء من الكوميونتي بتاعنا يعني. نعم. جزء من مجتمعنا. فكون يكون في ريديوس للمانتريشن ويكون في حاجات جديدة وطوية. أنا الجي بي بي وأنا الرئيس أنا البيس بيلدينج يعني راح بالنسبة لي إضافة لأنه بيكون في سلام. أم زواج الطفلات ده نحن تجاوزناه. ختان الإناث الحمد لله نحن تجاوزناه بفعل يعني هو طبعا ده حق كفل الدين لكن بفعل عن منظمات اجتهدت معانا والرجال الدين ندوات وخطب في الليناي يعني الحمد لله العقلية دي كلها شلناها من ذهنية الأمهات. طلعت يا